المورد الثالث عشر ابن الاثير الكامل جزء تاسع في صفحة وثلاثة 423 يقول ثم دخلت سنة 72 و500 سنة 572 تحت عنوان ذكر نهب صلاح الدين بلد الاسماعيلية لما رحل صلاح الدين من حلب على ما ذكرناه قبل قصد بلاد الاسماعيلية ايضا هنا لا بس من تسجيل ملاحظة لاحظ عندما يأتي إلى ذكر الإسماعيلية هنا الشيعة الروافض المسيح اليهود ليس عندهم أي تردد في ذكر النهب والسلب وما يرجع إلى هذه العناوين لماذا؟ لأن القتل وسفك الدماء الذي يقع على هؤلاء فيه قربة إلى الله فيه مفخرة لأنهم يكفرون هؤلاء في المنهج التيمي طبعا يضيفون إليهم الصوفية وكل الجهمية من المعتزلة والأشاعرة أيضا من يسفق دماء هؤلاء لا يترددون في ذكر عنوان السلب والنهب لأن عندهم كل ما يحصل على هؤلاء فهو حلال من الأموال والأعراض والأنفس وهم في كل بلد يدخلون إليه يوجد نهب يوجد سلب يوجد قتل يوجد إبادات كما ذكرنا العديد من الموارد وكما مر علينا خلال البحث اذا هذا النهب السلب والنهب عندما يذكر بحق الإسماعيلية هذه تسجل لصلاح الدين هذه مفخرة له هذا وسام له عندما يذكره ابن الأثير فلا يتردد في ذكر هذا يقول ذكر نهب صلاح الدين بلد الإسماعيلية يقول لما راح صلاح الدين من حلب على ما ذكرناه على ما ذكرناه قبل يقول قصد بلاد الاسماعيليه في المحرم ليقاتلهم بما فعلوه به من الوثوب عليه واراده قتله فنهب بلدهم مخربه واحرقه وحصر قلعه مصياف، لاحظ يعني لانهم حاولوا قتله ففعل بهم ما فعل، اذا هذا هو العله في السلب والنهب وحرق البلاد وقتل الناس الاطفال والنساء لهذه المحاوله. إذا من الذي دفعه؟ دفعه الملك الصالح دفعه الزنكيون إذا يستحقون مثل ما استحق الإسماعيليون لا فرق بين هذا وهذا يقول قصد بلاد إسماعيلية في المحرم ليقاتلهم بما فعلوه به من الوثوب عليه وإرادة قتله فنهب بلدهم وخربه وأحرقه وحصر قلعة مصياف وهي أعظم حصونهم وأحسن قلاعهم فنصب عليها المجانيق وضيق على من بها ولم يزل كذلك فارسل سنان مقدم الاسماعيليه الى شهاب الدين الحارمي صاحب حماه وهو خال صلاح الدين يساله ان يدخل بينهم ويصلح الحال ويشفع فيهم ويقول له ان لم تفعل قتلناك، لاحظ رساله ارسلها سنان الاسماعيلي بيدخل صلاح الدين إلى صلاح الدين يقول له إذا لم ترحل إن لم تفعل قتلناك وجميع أهل صلاح الدين وأمرائه الجميع نقتلك ونقتلك جميع الأمراء إن لم تفعل قتلناك وجميع أهل صلاح الدين وأمرائه فحضر شهاب عند صلاح الدين وشفع فيهم وسأل الصفح عنهم فأجابه إلى ذلك وصالحهم ورحل عنهم هكذا انتهى الأمر من يصدق بهذا الكلام لاحظ قبل قليل انتقد ذاك الشخص على تمجيد صاحبه الآن هو أتى هنا للتمجيد وهناك انتقد ذاك العماد لأنه مجد بصلاح الدين الآن هو الآن أيضا يأتي هنا يمجد ويحاول أن لا يطعن ولا يقدح بصلاح الدين هل يعقل أن الإسماعيلية طلبوا شفاعة خال صلاح الدين وهم أتوا بتهديد؟ وصلاح الدين يستجيب لما طلبوه ويرحل بدون اي مقابل هل هذه شفاعه هل هم في ضعف او هو قد رحل عنهم خوفا منهم فقط حتى نعرف كيف نتعامل مع الالفاظ مع الكلمات مع الاحداث علينا ان نعيش الحدث نقرا كتب التاريخ نعيش معها لحظه بلحظه وكأننا مع الكاتب، وكأننا مع الحدث، وكأننا في خيمه صلاح الدين، وكأننا في معسكر الاسماعيليه، وكأننا في معسكر الزنكيين. نطلع ونتطلع على هذا الوجه وعلى ذاك الوجه، على هذا التصرف وعلى هذا التصرف، على ما يصدر من هذا من كلام وعلى ما يصدر من ذاك من كلام، وعلى هذا الموقف وعلى ذاك الموقف. ندخل في عمق الحدث، نصل الى المكان والزمان والمقام من خلال الكلمات. نحلل شخصيه الكاتب من خلال الكلمات